الجزائري من حقه روح حاضر ابراهيم قول لي مبارطه شيء وسح وارواح الناس يدنا العدد وخالتي ارواح ورانا كل مفتاح نريد مفتاح كنت وديره وديره الانجاز راهي بطيئه جدا وهذا المدير ما يدخلش للبرطمون داخل يشوف بعينه ما كانش منها رانا ما ناش ملاح طفل معاق ذهنيا حركيا سانكيام ايطاج عطيتيني ما نيش مليح سيد الوزير ساكن تغيير طابق انا اعطيتيني طفل معاق 5 ايطاج وكي رحت للمدير بعدل قال لي نورمال حتى شيء قال لي حتى شيء قال لي نورمال 5 ايطاج طفل معاق ذهنيا حركيا طابق 5 والوتيرة رانا كرهنا من الكرا واحد وكراه من الكرا 10 سنين تفضل خويا رانا كرهنا نستناو في انتهاء الاشغال من عدل يزيد يجيك مسؤول يضرب طله في الشونطين يشوفش نوعية السكنات من الداخل يشوف لك من برا يقول لك نوزع السكنات توبا بيا خويا العزيز كي العادة والله يشكر خويا باش شاركونا الحبسوا خويا الناس جينا هنا وتشوفنا رانا مضرورين رانا الكرارة وهلكنا اليوم بارطاج هيا هيا اهضروا اهضروا اليوم ما نخليش حتى واحد يسكت اليوم تعاونوا بالبارطاج خلي يخليوا النداء تاع خوتنا يوصل لاعلى مستوى ان شاء الله خوتي راه ما يغطيكمش عينيكم بحكايه نفرجوا لكم بروفيزوار والحكايه هذيا اطلعوا شوفوا شونطي الفوق راهي ما كاينه طريق ما كاين غاز ما كاين تريسيتي يقول لكم نمد من الآ حتى البلوك 13 ما كاين حتى معنى يفرحوكم بالك نمدوا لكم يزيدوا يرقدوكم عامين خلاف والحديد قياس خوتي اللي من التحصبين الان هذه وقفه احتجاجيه لمقتضى عدد الولايات هضر هضر الاحتجاجيه الثالثه هنا من امام مقر ولايه جالبه اني جاك اني لا اسمع على بالي بيك تا هضر 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 تفضل السلام عليكم احد مكاتبي عدد يقدم انشغال انا بولايه جالبه راهي مغبونه ولايه مغبونه برجالها قبل ما نقولوا شيء الناس راهي المصلحه العامه ارواحوا ريكلاميو على سنة تاعكم رانا كرهنا في الضغط في الضيق في الكره يا اخي ارواحوا يا ناس ما ضاع حق وراءه طال ارواحوا لهنا ارواحوا تلموا وصلوا صوتكم المسؤولين خاطر ماش كاين راي ولايه قالوا الولايات الاخرى بداو ورانا وراهم سكنوا احنا ما زلنا الاخرى وما زلنا لو تبقى كيما هناك ما زلنا نستناو عامين ولا 3 سنين خلاف السلام عليكم السلام عليكم ورحمة رانا تغبلنا في هذه الولاية هارمنا من الأخر كرهنا الكراء كرهنا لا سوفرونس ولاية قلمة محقورة في كلش ما كاين لا سكنات ما كاين لا طرق ما كاين لا مشاريع حتى سكنات بعد البدراهمين ما قدرناش نديهم يا جاب ربي لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم فينا مربي إن شاء الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والله اليوم تمنينا من المكتتبين يكونوا حاضرين بقوة لكن للأسف كان يعني العدد يعني شوية مقبول يعني وتقدر تكون نفس الأشخاص اللي ما كانوا متعودين يجيو وهم اللي قاعدين يضربوا على المشروع هذا بالرغم من أن 90% منهم أنهم مضرورين من جهة الكراء وفيما يخص زيارة المدير تاع عدل بالأمس ولا قبل الأمس يعني كانت فارغة من محتوى ما عندها حتى معنى ما أعطانا حتى جدول زمني ومن بعد يخرجوا لك ناس يقول لك باللي راه مقدم وراه دار هذه ما عندها حتى معنى لدي الله لغة الخشب هذه في ارض الميدان تروح تلقى كلش مشروع على الورق الميدان هو الفاصل المشروع او انطلق عندها 4 سنين كان الولي اللي قبل قال لك المشروع تنتهي او انطلق عنده 6 اشهر ولا 14 اشهر ومن بعد ظهر ما كان حتى شيء يروح يتم زياره يجيبوا له الماتريال يحطوه هو يدخل الولايه وهم يهزوا الماتريال تاعهم كيما الخضرة دي باش تروح الوكيل تعدي يقول لك انا خاطيني روح هضر مع صون الغاز روح هضر مع بيديميا انا تعقدت مع لا ديال هي دب راسها وسلام خلاص فيك اخي شو هاي الشغله هذه كانت شغالات مكاتب عدل هذا السلام عليكم يا سلطات يا ولاد الامور قال ما راهي محقوره احنا رانا نعانيو المكتتبين
راهم مخلصين 160 مليون كرة وين بيها وين رايحين. جاء الوفد الوزاري عنده من يومين جاء وفد وزاري ولاية جنة طلعوا لنا بعض سماو رماحهم ممثلين واش قاعدين يقولوا بلي راهو توفا بيان وقلمه مليحة وني ما احناش ملاح قال ما ماهيش ملاح ما احناش ملاح قال ما مهمه ساكن راه وراقد وكل شيء راه وراقد قال ما مش هكا وصوركم تشوفوها رايد قدامكم وربي يجيب الخير وخلاص الله المستعان خويا تفضل قدم انشغالات تاعك بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد يخدم انشغالات تاعو اخوتي انا كمواطن في الجزائر في ولايه قلما بالتحديد نحس بالحقره نحس بالحقره على ولايه صفرات تسكن وانت لا بعد يدير لك سياسه الترقيع سياسه الترقيع هذه تاع محمد فؤاد قال السكنات تسكن في 4 سنين يرقى حالي هو في 3 سنين يسكنني بصح هو سياسة الترقيع بعد 8 سنين حب يسكنك اشكال لا اي حاجه احنا نحوسوا نتعاملوا كمواطنين شغل اني في الجزائر انا شغل اني في الجزائر علاه اللي يسكن في الجزائر العاصمه ما يخرج ما يدير حس ما والو يجي يقول لي واكل مرتاح بقدره احنا لا انا هنا انا على الحضر كان خطوات نورمالمون تصعيديه انا شخصيا نخمم من صعب انا خطره جايه ممكن جدا عندي 3 اولاد نجيبهم معايا نصعد شخصيا على مستواي شوف خويا قلتي لي قبيله حكمتيني وقلتي لي حاب نقدم لك الانشغال تاعي قدموا ديراكت ما كان لا تقولوا لي لي انا درك لي عنده انشغال يقدمه هو يهضر بعد فما تقولوش من الناس اللي قاعدين يديروا يجري غير على حاجه واحده الناس اللي معنا جبناهم كل واحد يقدم انشغاله باسكو الله يفتحنا من يتفرجوه الناس الكل كيف الجماعه تاعنا كومبليمون هذوما اللي دفعوا في غير هذوما كيف تروح ليه يقول لك ما جاني عليك والو علاه مشاكل اداريه هذه انا ما تعنينيش مشاكل اداريه لا. انا دبر راسك انا دير لي حل مشكله لا مشكل تاعك انت والسلام عليكم تهضر اخي واحد الحاجه تفضل السيد خونا مسكين قلبه معرور عم يزيد يرجع والله واحد اللغز برك هنا يدور في راسي الشركه تاع انتاس هذه بدات تحفر 2015 درك قدام ما سكناش راح ضربت عامين تاع الدوله امسك كليت واش كاين اخويا الفوكيه امتاز نبغى نفهمكم واش كاين خليوني نتهضروا كل خليكم تهضروا كل وبعد نهضر انا صح اخويا ربي يحفظك يا بابا تهضر خوتي بابا كيما قلنا لكم كيما علمناكم لازم تكونوا يد واحده راهي ما تكونوش يد واحده راكم ما تسكنوش تو سامبلومون تهضر اخويا هاني جاد احنا الرساله تاعنا لوزير السكن ورئيس الجمهوريه ارسال لجنه التحقيق هنا وكثرت تخلط في قال ما تخلط من المدير تاع المشاريع تاع وكاله قال ما من المدير الجهوي تاع وكاله تاع عنابه راهو تخلط كبير يا جماعه واخر حاجه ان مجانا المدير العام ما حبش ينزل في الموقع وطلعوه داروا له الاجتماع هذا ما جاش وصرا فيه احنا نطالبوا بلجنه التحقيق هنا في الولايه في اقرب وقت هذا ما نقوله بارك الله فيك يا اخي العزيز حاضر اخي تعبونا حبيبي خونا شوف روحت البارح من الخدمه والله راح نقولها لكم اني نعرفه مليح مسكين ديما خوي سقسي واليوم هاو كان في الموعد وجا برد قلبك اخويا وخلي يهضر ويعرفوا الناس اللي هضر 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 اخويا مش راح نهضر اخويا يهضر اخويا يهضر اخويا يهضر واش الزيد هذا الرز يهضر في بلاصتك اسمع واش الزيد هذا اللي داروه ما داروش اللي ما داروش الناس الكل ربي يكون في العون تفضل خويا كما جرت العاده نحن في وقفه بارطاجيو اخوتي ديروا مزيه بارطاجيو وخلي الناس تجي للمطالبه بالسكنات تاعنا احنا هاي الوديره شدي مش جدو بطيئه ما كانش خلاص للخدمه ديري يقول لك باللي راهي توفا بيان والدنيا ماشيه والناس راح تسكن وراح نمدوا لهم في نوفمبر ما كانش منها كما نوفمبر ما على باليش 2030 بالك هادي هضره هادي هضره الصوت هادي وخليش مع بعض خويا صعيبي خويا مشكور ثاني هذا صباع مسكين قال لي يلا ما تلوموناش كان غايب حتى هو الله خالف ما تلوموناش كي كنا غايبين وش راح نقول لكم انا سكنه هادي ديتها سيليباتير انا اليوم دخلت بنتي تقرا سبحان الله والله اليوم دخلتها تقرا واش بقى جيت ندخل ولادي الاخرين يقراوا قدا لازم قدا لازم قدا لازم نضربوا 20 سنه 30 سنه خلي ولدك يدخل الليسي كونسيرمون الجمعيه اللي نحكيو على الجمعيه هذه اللي داروها جديده خويا 8000 عبد تهضر باسمي
ديروا جمعيه في شفافيه الناس كل تعرف باللي درنا جمعيه عشان هو رئيس. انا ما عرفهمش شكون هما دول العباد، نعطونا روحكم يا جماعه بينوا روحكم شكون هما، انا ما نعرفهمش. انا كاينه جمعيه لازم الناس كل تعرف باللي دارت جمعيه، والناس الا كان فيها تحت الطابله هذيك حاجه خلاف، وربي يجيب الخير ان شاء الله. ربي يعد له هو الخير. من التحق من الان التحق بالمباشر سكن عاد بدون عاد لواتيره لنسبه انجاز لتنظيمات ما كان والو. هنا من امام مقر الولايه الجنه، نحن الان في صفر. وليد وليد اهضر كلمه. وليد يا خويا احنا واش نطالبوا؟ نطالبوا حاجه واحده برك، تسريع وتيره انتاج الانجاز مش بالهضره، بصح في المواقع مش بالهضره. يسحقوا ناس تخدم ترواويه، ناس تخدم صح وكرهنا من الكره. سبحان الله. الناس راهي تعاني من الحسره والقساوه. والله العظيم وناس ناس تطالب بتسريع الانجاز في الحقيقه في الواقع مش في الهضره. مش في الورقه ومش في اي. انا واش الناس راهي غلبت. بارك الله فيكم خاوتي. برك نعدي الاخ الكريم اللي ديما يهضر على بالي فيه، برك يزيد يفرد لكم على قلبكم كي العاده. الوقفه الثالثه على التوالي امام ولايه قالما، احنا مجموعه مكتتبين ما نقولوش ممثلين، ما نقولوش احنا رانا ممثلين. احنا اول حاجه طالبين ان ناسسوا جمعيه نخدموا في ظل القانون، يكون حوار بناء، ما نقولوش الوقفه الثالثه نوقفوا قدام الولايه. احنا نطالبوا بتاسيس جمعيه. هذه الوقفه نتيجه زياره يا ربي تثبتك يخيبت الامل فعلا، لان راحت زياره لموقع حجر المنقوب ما استقبلش ممثلين حقيقيين. لاباج تاع المديريه العامه تاع وكاله عدل ذات الاشخاص ما عرفناهمش حنا وما يكونوش حاضرين معنا. تكلموا تو فا بيان ريان فا يا سيد الوزير. سيد الوزير بالعريبي من فضلك نطلبوا منك الحضور ولايه قالنا، تجي معانا نزور المواقع وتشوف التجاوزات الخطيره اللي صرات في مشروع عدل قالنا، تجاوزات خطيره في مده الانجاز في التهيئه الداخليه اللي راهي كارثه عظمى. انا نظن مش الانسان راح يخلص السكنه تاعو باش يدخل يلقى حطام من الداخل، باب الداخل الباب الخارجي للمنزل تحرك الاطار يتحرك. يعني سامحني يا سيادة الوزير الامر خطير. احنا نطلبوا من سيادتك الحضور اول شيء يسمحوا لنا السلطات المحليه بتاسيس الجمعيه. احنا رانا عندنا محامي الان ورانا لمينا التوقيعات باش ناسسوا الجمعيه ونخدموا في ظل القانون. من فضلك يا سيادة وزير السكن شوف الولايه قال ما راهي ولايه محقوره، رانا بقينا اخر ولايه اللي ما تسلم فيها ولا سكن. ومن فضلك توزيع السكن الرمزي ما نحتاجوش. احنا نحتاج توزيع جميع المواقع اذا كان بالامكان. وشكرا. يعطيك الصحة اخويا. بارك الله فيك. تفضل من جيرانك، راك على المباشر. نحن مكتتبي عدل اثنين ولايه قلمه. تفضل. نطالب سلطات الدولة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون الوزير الأول ورئيس الحكومة ووزير السكن النظر إلينا والالتفات إلينا لمساعدتنا لحل هذه المشكله من 2013 وحل هذا العائق الذي اصبح بالكابوس في ولايه قالما. نعم من 2013 وعلى نتم عايشين على الامل، الامل هذا ولد وبدا ينمو ويكبر حتى الان تقريبا تحت راح الامل هذا، ذهب الامل. انا كمكتتب عدل من 2013 من 96 وانا في الكراء عندي 20 مليون كل سنه. انا كان استاذ متقاعد 58 سنة في عمر، واش مازال لي باش حتى أعيش بهذا؟ واش مازال له إلى أين ومتى؟ يعني من 2013 زيد تعدى هذه اثنين إلى غاية 2021 بدا كاين برك قدم بدا كاين عام هنا 8 سنين 58 سنة في عمر 8 سنين يعني 8 سنين وما عندناش ما عندناش دي سيت كبار ولا مواقع يعني ما كانش عمارات اللي ممكن احنا نقولوا مستحيل انها في 8 سنين ما تكون. لحقنا الفينيسيون كملنا الفينيسيون تاعنا خويا. مكتتبي عدل رقم اثنين يعني الوقفه الاحتجاجيه تاع هذه المره الثالثه على التوالي. الوقفه هذه مفادها التسريع في وتيره الاشغال، مفادها التسريع في وتيره الاشغال لانه هذه المواقع شهدت تأخير
سببه هو التقاعس والطماطم وعدم تحمل المسؤوليات. ولهذا راكم شفتوا خاوتي منذ قليل لمن التحقنا بلا الان العديد من مكتتبي عدل قدموا انشغالات واضحه فيما يخص صيغه عدل الاثنين هنا بمواقع ولاية قلما. انا مجهز على هذا الشطر الثاني وما جاتنيش لافيكتاسيون. زياده على هذا لكن ملاحظه على ما قلت وتتميم ربما لهذا هناك تلاعب. نعم أكيد. هناك تلاعب بالمواقع اكيد بحيث كاين اللي يسدد الشطر الاول والثاني والثالث واستفاد من اختيار في منقول وبعد في ابريل اللي فات حينما حلوا الموقع تاع التخصص ما جاش التخصص كاين الاف عندنا انا شيخ انا حوالي من 18000 25000 هذه شغل من الغيه مش مكتوبه خلاص مع جوهر ولعب ويخلص شطرين دار طعن في الاف طروا واستفاد من الافكار تاع الطاول والتخصص الاول شيء وحينما نطق ابواب وكاله عدليه يقول لك لا حياه لي من كنا دور على تاع النابه انا شتي رحت تاع النابه قال لي كلش بريكل تاع لا بريكل قلت الوطن الحمد لله يقول هناك كاين يعني هنا نفهم من هنا نفهم من كلام اخنا الكريم انه هنا 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 ذكرني هنا ذكرني هنا تبذل مجهود توصل تقرب الثقه للمواطن هنا ذكر كاينين اللي تفسدوا ذكرتيني يا الاخ الكريم بواحد الشعار احبده كثيرا ذكرتيني بواحد الشعار انا نحبه الشعار هذا يقول نحن لا نؤمن بالاشخاص بحد ذاتهم او بلغه الخشب بل نحن نؤمن ب بالميدان بتجسيد الاعمال على الواقع يعني بصفه عامه بين قوسين الميدان هو الفاصل انا باش كما قال الشطر الزاز اسمح لي الشطر الزاز على ما استفادوش سبحان الله واللي خلص شطرين استفاد مستحيل هذاك اتبع الرقم انا تاع الشطر الزاز اللي خلص 25000 24000 23000 ما استفادش 47000 استفاد خلص شطرين معقول هذا لا ما فهمتش مكتتبي رقم اثنين راهم في حيره من امرهم وانا من منبري انا اوافقهم الراي انا من منبري اوافقهم الراي وراني معهم في الانشغالات لانه فعلا قلمة متأخرة جدا خاصة في بما يسمى بالسكن بمختلف صياغه قلمة تعاني كثير قلمة تعاني كثير ايش حبسوا الخطاجي بحر صادق ما جاش ادخل مهمة الدعكمة هو واحد من معاك هكا يجي يدير وطاه خوتي بارطاجيو لنا اللايف بارك الله فيكم ما ندخلوا عند المسؤولين درك بربي ان شاء الله واش يقولوا لهم نديروا فيديو بربي ان شاء الله ونعاودوا نعطيكم التوضيحات واش بربي ان شاء الله ماناش حابسين بارطاجيو لنا اللايف بارك الله فيكم خلي الناس كل تسمع بالمشاكل تاعنا في ولايه قلم راهي تعفنت الامور يعني في كل الاحوال راهم كما نقولوا احنا بالدرجه راهم في حاله ما نكذبوش على بعضنا احنا ولايه قلم نعرفوا بعضنا مليح الناس راهي قاعده تعاني وخاصه كما ذكرت خاصه في القطاع السكني القطاع السكني راه يعاني الهضره مطلوب التلاعب كنا تاع المواقع قال ما في مدينه نقول لك الوزناتيه عنوه صيبه هو اختار هنا من قوبه شو الوزناتي جايبينه هنا من قوبه واش تلعب هذا؟ علاه تلعب؟ شوف بيه لازم تكون الموضوع يا راجل سكنت عدل كلمه محسوبه في الخريطه على اول دوله اول ولايه خدات الميزانيه كامله 2600 مليار نرجى الوزير شرفه قال لك الاول ولايه محظوظه خدات الميزانيه تاعها كامله هي ولايه قلمه وخصوا المواقع وفضلوا مجهودات المكتتبين هم اللي عين عبيد اكثر منها في السكنات يا راجل عين عبيد البروجيتات اكثر من قلمه كامله عين عبيد تسمى انت واش تطلب الحاج 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 انت واش تطلب ضرب قول لهم يفتحوا لنا
التغيير بالتراضي. واحد مثلا في وزناتي يحب يسكن في وزناتي وعطاه في حجر منقوب يبدل مع اخوه، يبدل مع اخوه. لا بلادنا، لا بصح يفتحوا المجال. لا ما جاكش تخلص تخلاص، ما جاش تخصيص. الناس اللي قالوا تو فابيان البارح، هاي الناس مازال ما جاهمش التخصيص. علاه؟ انا مخلص يا اخونا ومخلص 54 مليون من هنا. الناس كيفكم تلعب بالمشاعر تاع الناس؟ الناس هي طابت، الناس هي ماتت، ما داش سكنها تاعها. وعيب عليكم، وعيب عليكم. ولاية أخرى، ولاية الكرة على كل معايير. جيونا لايف، بارك الله فيك. يجي ما يشوفش ليها، يجي يكون يخدم في الولايات الأخرى. طلع النهار كان احنا عندنا عبلة هذا هنا، راح للصيف قلبها نوارة، جا قال ما رقد نهار جابوا لنا واحد أخر. شوفوا شو مع الولاية هذه. خلونا المباشر، ولاية عبور هذا. ما ادري شنو قاعدين يعمروا. هم درك يشوفوا خير. اسمع، بعثهم لي فيسبوك. بعثهم لي فيسبوك. كيفاه قبل الطعن؟ ماهيش قبل الطعن. السلام عليكم. هك بالتليفون توصلوا، هك بالفاكس دقيقه توصلوا، توصلوا لنا. هكا رايح عند رئيس الامريكان هذيك سيو تخشاف كم بوتفليقه ربي يرحمه. انا لا فرنجين رحت عنده على السكن، دخلوها عنده عند رئيس جمهوريه، وحنا مدير جهوي مع باش بديت. قال ما يا سبحان الله العلي العظيم، احنا مش محسوبين مع الولايات الاخرى. حتى احنا مواطنين وشعب ومالو دغوا للسكن، وزيد باش او ماهوش سوسيال نخلصوا فيه بدراهمنا، نحيو فيه من الحم. يعني مش داير عليا مزيه، كل مين تبعث لي نروح نسلف شويه لبره على الطريق برك، باسكو قال لي الناس كيجيو يحطوا الضرب الطريق. رجعوا شويه لاريار برك باش ليبيريو الطريق اللي فيه طون. رجع شويه عبد الله لبره برك. ويديروا لنا في حد وما نسقلوش عليها، رحنا باقيين. يديروا في الوقفات نطلعوا حتى للزاير، عندنا مسؤولين احنا ما نعرفوش. كاين سلم ايدي نطلعوا للزاير احترمناه، قلنا ما نعرفوش ونطلعوا لا لا العنابه لا الالجي. جينا بدينا بالولايه، الولايه شاك فوا بروميما دي بروماس، ما كنحكش بروماس. بارطاجيو لنا لايف، بارك الله فيكم. درك اخويا العزيز ما مش ندايرين لنا حل، نطلعوا العنابه ما درنا الحل، نروح نسكنوا في الجزائر حتى نجيبوا حل. ما نروحوش العنابه، عنابه ما عنده حتى فوا. انا قال لك ما عنديش حتى دخل، مشكلتكم في الجزائر. شوف في الانشغال المدير الجهوي كي راحوا جماعه تاعنا هضروا مع الفي دي جي، واش قال واش قال له؟ قال له لا الميسون اي تو فابيان. وانا دوك نهار دخلت للبلوك 24 و25 اللي قاعد يخدم بعتم، قال لي خويا كارثه، بوطاجي مخدوم بالطابله تاع الحديد، مخدوم بالتيب كاري 25 وحاطين عليه رخامه، والفيد 2 سنتيم من وسنتيم من، كارثه. خدمه راهي عشوائيه، والناس تزرب بزرب ما يطريو فيهم بالسيما. والله كارثه. روحوا اللي تروح نهضر على برا في البلوك. خاوتنا يوسف على اوسع نطاق، خاوتنا لا تبخلوا عنا بالمشاركه، شاركونا ربي يعيشكم، شاركونا ربي يبارك فيكم. احنا هنا متواجدين من امام مقر ولايه قلمة في وقفه احتجاجيه الثالثه لمكتتبي عد رقم 2 والتي مفادها دائما وابدا هو الاسراع في وتيره الاشغال، لانهم تطال الانتظار. يعني من 2013 الى غايه 2021 8 سنين وما كان حتى شيء، كلش حابس، الدنيا حابسه. الناس راهي كما قلت سابقا، الناس راهي تعاني، راهي تعاني الحسره والقساوه، معاناه بكل انواعها. ولهذا خوتي، لهذا خوتي شاركونا النداء، ربي يبارك فيكم. خلي نداء خاوتنا مكتتبي عد رقم 2 يوصل على اوسع النقاط ويوصل للجهات المعنيه، بربي ان شاء الله بمشاركتكم لهؤلاء نداؤهم يوصل على اوسع نطاق. ركزوا لي خاوتي، احنا دائما هنا مع انشغالات مكتتبي رقم 2. كما لاحظتم الناس راهي تهضر بحرقه، يعني تهضر بحرقه، يهضروا من قلوبهم. الناس صاي غلبت، يقولوا الناس غلبت، قال ما غلبت، غلبت صايف في 9 سنين انتظار، 9 سنين. قال ما تحقرت، قال ما تهمشت، تحقرت ولا جدال فيها وبلا منازع. واحد ما يقدر يشكك في كلامي، يعني واحد ما يقدر يشكك في كلامي. وانا كنا راني نسكت خير، يعني نسكت خير. كون نبدا راني والله العظيم احنا في وقفه محترمه سلميه احتجاجيه،
ما نيش نحب ندخل في واحد التفاصيل، التفاصيل انتم تعرفوها، انتم ادرى بها خير مني. لهذا نطلب من السلطات المعنيه من 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 وخاصه في هذا القطاع، هذه صيغه عدل اثنين، ياخذونا انشغالات خوتنا على محمل الجد وبعين الاعتبار. راهم قالوا لكم كفانا، راهم قالوا لكم كفانا تماطل، كفانا تقاعس، كفانا استهتار، يعني كفانا لا 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 الواحد الخدمة هذه تسع سنين قال لكم بركات. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. علاه غير قال ما علاه معظم الولايات ماتوا ما سكنوش، معظم الولايات كلها باس بها، خاصة في هذا القطاع السكن الذي أصبح بالكابوس وبالحلم هنا في ولاية قلمة. ناس كل تعاني سبحان الله العظيم، ناس هي تحكي 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 كيما نقولوا احنا بالدرجة من جواجيها، تحكي بحرقة. ثمانية سنين واحد مسكن من 2013، واحد ما تحرك من 2013، مسؤولين انا مسؤولين، راكم اوت، راكم اوت، ما على بالكم حتى بشر هنا في قلمة، ما على بالكم حتى بإنسان. سبحان الله خودي برطاجيونا، الله يبارك الله فيكم، بعديك نوفيكم بجديد ان شاء الله. السلام عليكم.